وسهلا مشاهدينا، واهم عناوين الصحف الصادره صباح اليوم مع صحيفه الانتباه. تزايد العصابات بالعاصمه وظهور تشكيلات نسائيه وطلب لعرض متهم بقضيه 89 على مستشفى الامراض العقليه. لجنة الأزمة بغرب دارفور جهات عليا تحمي المجرمين والقضية الجنائية لا قبلية. الكهرباء زيادة ساعات القطوعات للطلب المرتفع. الدولار يستقر عند 480 بالسوق الموازية والمركزي يبيعه ب 425 جنيه. الشيوعي الحكومة مرتعبة وتحاصرها العزلة. شركة الطيران يستنجد بالمالية والمركزي لوقف تسعير الوقود بالعملة الصعبة. وقفزة كبيرة في أسعار مواد البناء وطن الأسمنت يصل ل 86,000 جنيه. مستوردو السيارات استثناءات المغتربين تستخدم في أغراض تجارية. صحيفة اليوم التالي. الشيوعي جهات تخطط للانقضاض على الحزب بانقلاب وهمي. ومحكمة قادة الإنقاذ تتراجع عن قرار منع المتهمين والإعلام. الوساطة تمنع أطراف السلام من تداول قضايا التفاوض. النائب العام ومناوي يبحثان قضايا العدالة الانتقالية. وخالد عمر يدعو للتحلي بالمسؤولية في تداول أخبار التفاوض. مشروع قانون جديد حول الإرهاب في فرنسا. وخبير سياسي الحلو غير جاد في التوصل إلى سلام شامل. بدر للطيران تنفي تهم التحقيق مع مديرها. ومواطنون يشكون من غلاء المعيشة وارتفاع تعرفة المواصلات. فوضى واشتباك بالأيدي في البرلمان الأفريقي.
وأفلاطون في صقلية تحويل الملك إلى فيلسوف مر بسلسلة من الثورات العنيفة التي وصلت إلى ذروتها في إعدام معلمه سقراط. أما في دفتر أحوال لليوم التالي، مدير مكافحة المخدرات يشارك في اجتماع لجنة تسيير البرنامج الإقليمي للدول العربية لمنع ومكافحة الجريمة والإرهاب، وتوقيف شبكة إجرامية متخصصة في الإدلاء بالبيانات الكاذبة لأغراض تزوير المستندات الثبوتية بمقابل مالي. على صعيد آخر، غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار أنتج أكلات شعبية جديدة، كما أنه ساهم في تغيير أسماء وجبات إلى ألقاب شهيرة مثل أصبرلي والمقلوبة. في أخيرة اليوم التالي، على كل لمحمد عبد القادر غسيل أحوال. ننتقل إلى صحيفة التيار. مزارعو القطاع البستاني بكسلة يعلنون التصعيد. القبض على المدير التنفيذي بمحلية مدني الكبرى. المجلس الأعلى للبيئة للتيار، أم درمان في خطر. الشعبية تثير الجدل بمطالب تفاوضية تتعلق بنظام الحكم وحق تقرير المصير. 25 حالة إصابة جديدة بكورونا في السودان. القبض على مدير تنفيذي محلية مدني الكبرى. وإسرائيل غاضبة من تصويت البحرين والسودان ضدها في الأمم المتحدة. الثورية تعلن المشاركة في مفاوضات جوبا لاستكمال السلام. صحيفة التيار، على الصعيد الزراعي، لجنة إنجاح الموسم الصيفي تبحث أسباب تأخير الاستعدادات. ومزارعو القضارف يدعون لإنقاذ الموسم الصيفي. توقيف شبكة إجرامية متخصصة في شهادة الزور. والشرطة تحقق في أخطر جريمة وحشية. للسودان تقدير يستحقه من أشقائه لجمال محمد إبراهيم. الصفر البارد لجلال الدين محمد إبراهيم، ماذا لو طالب الشعب باستقالة حمدوك؟ وأحاديث عن القاص نبيل غالي لعلي مؤمن. حديث المدينة عثمان مرغني وردود أفعال.
المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي جولة جديدة لحل موضوع سد النهضة. وزيرة الخارجية تجري مباحثات مع رئيس النيجر. وفد الحكومة لمفاوضات جوبا يؤكد الرغبة في الوصول لاتفاق شامل. والجبهة الثورية تشارك ضمن الوفد الحكومي في مفاوضات جوبا. ملف ثقافي. خطوط عريضة لنجاة إدريس في سيرة أم الكتاب السودانيين. وقراءة في الأدب المقارن، لمحات من سيرة الأديب حسن عباس صبحي. خبير مياه، الملء الثاني لسد النهضة يؤثر مباشرة على محطات التوليد المائي. الطاقة، ما ينشر في الوسائط من رسائل قصيرة عن الوزير مزيفة. مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم تحدد أسباب تردي الوضع الاقتصادي. وجبريل يلتقي المدير التنفيذي للبنك الدولي. بدر للطيران، نتعرض لحملة ممنهجة لأغراض تنافسية. أسعار أدوات المطابخ والسباكة والكهرباء بالعاصمة الخرطوم. وعلى الصعيد الرياضي، الهلال وملوك الشمال في أشرس نزال. وعمود أبو بكر عائس، حتى لا تضيع الجهود الزرقاء. منوعات. الجنيه موضة سادت من جديد. وعلى طريقته الخاصة، علم الدين حامد يحتفل بالعيد 81 للإذاعة السودانية. في أخيرة السوداني الدولية، عمود قولوا حسنا لمحجوب عروة، مسار النمو السريع. وكيف لا، منى عبد الفتاح، نسوية الدولة. صحيفة الوفاق. الأمة، الحرية والتغيير غير متحمسة للانتخابات وتشكيل الدستورية. 29 مصرفا تشارك في مزاد بنك السودان الثاني للنقد الأجنبي. النائب العام يشكل لجنة تحقيق عن أسباب تكدس الجثث بالمشارح. الشعبية تثير الجدل بمطالب تفاوضية تتعلق بنظام الحكم وتقرير المصير. كباشي عازمون للوصول بملف التفاوض مع الحلول لنهايته. ومناوي يطالب بتطبيق العدالة الانتقالية قبل تسلم مهامه. البرهان يمنح السفير الموريتاني وسام النيلين. الوفاق الاقتصادي، رئيس لجنة مزارعي القضارف يطالب بإنقاذ الموسم الزراعي القادم. وتوقعات بتمسك أوبك بخطتها للإنتاج. منوعات الوفاق، استعدادات لانطلاقة حفل التدشين أو حفل تدشين أعمال الفنان الصاعد خالد مورد الغنائية، والمبادرة المصاحبة لريع الحفل بالعاصمة السعودية رياض. مقالات الوفاق، هل يشن نتنياهو عدوانا على إيران لمنع اقتلاعه من السلطة؟ وأخيرا في صحيفة الوفاق، حسن إسماعيل، الرئيس السجين البشير، نقول شهادتنا ونمضي. شهادة حق لحافظ خوجلي، انفلات معيشي. وأخيرا مع صحيفة أخبار اليوم، الشعبية بقيادة الحلو تتقدم بمطالب تفاوضية مثيرة للجدل.
محامو أم درمان، تغول مجلس السيادة على القضاء يعرض الانتقالية للخطر. القوات المسلحة تنفي بيع شركة زادنا العالمية. التربية ختام الورش الاستشارية لخطة تدريب المعلمين بالبلاد. التربية صرف القسط الثاني من منحة البنك الدولي لجائحة كورونا لمدارس الأساس مطلع العام الدراسي. رئيس حزب الأمة 58 كتلة في الحرية والتغيير مستفيدة من الوضع الحالي وغير متحمسة للانتخابات. قيادي في الحرية والتغيير، مشاركة الأحزاب في الفترة الانتقالية ورطة والمواكب لن تتوقف لهذا السبب. وسفارة الإمارات بالخرطوم تنظم جلسة عن بعد حول تجربة الإمارات في تمكين وحماية النساء والفتيات. وزير المالية يبحث مع المدير التنفيذي للمجموعة الأفريقية للبنك الدولي متأخرات ديون السودان. خبير تونسي، الفرصة كبيرة أمام السودان للاستفادة من سوق المنتجات العضوية. البنك المركزي يكشف عن زيادة عدد الطلبات المقدمة في مزاد النقد الأجنبي الثاني. وزير المالية يدعو سلطنة عمان للاستثمار في السودان في كافة المجالات. برامج مشتركة بين الجزيرة وتركيا لتطوير قطاع الثروة الحيوانية. وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري يستقبل نظيره السوداني لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. فضفضة لعبد السلام القراي الجنرال حميتي، الوضوح والشفافية. وذهاب وإياب لمعاذ محمد فريحة، من فضل اعتصام. أشواق وورود لصفاء الأصم، أساسيات لعبة المناصب. أخبار اليوم الرياضي، الهلال في مواجهة صعبة أمام أهلي مروي عصر اليوم. وبعد سحب الثقة من مجلس هلال الأبيض، التبرعات تنهال على لجنة التسيير. الصوبات يتلقى تنويرا شاملا من الطاقم الفني. ورأي صريح لياسر قاسم، الصوبات من المسكنة إلى السيطرة. تأملات لجمال عنقرة، سيد أحمد خليفة ومأمون حميدة عبقرية السودناوية. اللغة الأخيرة ليسرية محمد الحسن، شكرا البرهان. وشكرا لكم مشاهدينا على متابعتكم لنا الدائمة، كونوا معنا.